وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. إبراهيم سأل من قومه ما هذه الأصنام والشمس والقمر التي أنتم تعبدونها؟ شنو سببها؟ فذلك منطقهم فالمنطق منحرف أفرد ليس له أي قيمة علمية. قالوا وجدنا آباءنا رأينا عبد الشمس. قال وجدت أبي يعبد الشمس فإني أعبد الشمس. عبد القمر قال إني وجدت أبي يعبد القمر فإني أعبد القمر. عدد الكوكب الزهرة وهي من أسرة المجموعة الشمسية القريبة منا، يعني من أسرة مجموعتنا الشمسية. عدد الزهرة قال إني وجدت أبي يعبد الزهرة الكوكب فإني أعبده أو أعبدها. والذي كان يعبد الصنم قال إني وجدت أبي يعبد الصنم فإني أعبد الصنم. هل هذا منطق صحيح؟ هل الشمس إله والقمر إله والنجم إله والصنم إله والبقر إله عباد البقر والنار إله عباد النار؟ ورأيت أنا أغرب شيء بالنسبة إلى دين يابانيين، يقول على أنه هم يعتقدون بأن رجلا هو إله وامرأة هي إلهة، اجتمعا فولد جذر اليابانية. جذر اليابانية ولادة الإله والإلهة في دين مرض. هل هذا منطق صحيح؟ أن الإنسان يقول إن أبي كان كذا فأنا كذا، لعل الأب، لعل الجد، لعل أبو الجد، مو على طريق صحيح ولعله على طريق صحيح. الإنسان يجب عليه أن يحقق ويدقق ويميز تقليد، هذا يسمى بالتقليد، تقليد الآباء، تقليد الاجتماع، تقليد الأسلاف. هذا التقليد أحيانا صحيح أحيانا غير صحيح. يلزم علينا أن نشرح موضوع التقليد شرحا موجزا. التقليد في ثلاثة أشياء. القسم الأول التقليد في الأمور الحياتية، وكلمة حياتية كلمة مستعملة ولو أنها غلط، يجب أن نقول التقليد في الأمور الحيوية. لأنه قاعدة أدبية، ما أدري أي من الشباب قارن هذه القاعدة في كتب المدارس، الجمع والتصغير والنسبة ترد الأشياء إلى أصولها، يعني حياتية غلط لكن حيوية. مثلا نقول شنو لأبو حنيفة الذين ينتسبون إلى مذهب أبي حنيفة، نقول حنفي من قول حنيفتي، غلط. يجب في الجمع والتصغير والنسبة أن نرد الأشياء إلى أصولها، هذا على أدبية بين قوسين. التقليد على ثلاثة أقسام. القسم الأول التقليد في الأمور الحيوية،
يعني شنو؟ يعني اني اقلد في امور الحياه زيدا، عمرا، محمدا، عليا، فلانا. هذا اسم من التقليد في الامور الحياتيه. هل هذا صحيح في الامور الحياتيه انسان يقلد؟ علماء الاجتماع وعلماء النفس يجيبون على هذا السؤال. يقولون أدوار البشر ثلاثة أدوار. أدوار البشر ثلاثة أدوار. الدور الأول دور التقليد، والدور الثاني دور التمييز والتمحيص والاختبار والاختيار، والدور الثالث دور الإبداع. لا تنسوا، لأنها جدا مهمة يرتكز عليه علم الاجتماع وعلم النفس. دور التقليد يعني ماذا؟ ودور التمييز يعني ماذا؟ ودور الإبداع يعني ماذا؟ دور التقليد طفل. الطفل الصغير مهما عملت يعمل. يعني تأتي إلى الدار تقول سلام عليكم، بعد أيام قلائل شوف ولدك يقول سلام عليكم. تأتي إلى الدار تسلم باليد تصافح، بعد أيام قلائل شوف ابنك الصغير يصافح. تأتي إلى الدار تقول هلا، بعد أيام قلائل شوف ابنك الصغير يقول هلا. تأتي إلى الدار تقول بعد أيام قلائل طفلك الصغير زوج. تأتي إلى الدار تقول باي باي، وقت الوداع باي باي، شوف ولدك باي باي. جيب الولد أمام التلفزيون يشوف رقصة التلفزيون، بالليل تأتي إلى الدار شوف يقوم يرقص. جيب تشوف تطالع الكتاب، الولد الصغير عمر 8 أشهر 10 أشهر سنة يفتح الكتاب ويطالع. هذا يسميه علماء الاجتماع وعلماء النفس بدور التقليد، دور الطفولة، دور القردة. القرد هكذا أيضا، القرد اصنع أمامه ما تشاء يرد عليك نفس الصنيع. الطفل له دور التقليد، والحيوان الذي هو قرد له دور التقليد، وبعض الحيوانات الأخرى القليلة. أكو حيوان يسمى الحسكو أيضا له دور التقليد النطقي، وكذلك هذا الطوطي له دور التقليد النطقي. بعض الحيوانات أيضا لها دور التقليد، لكن أظهر مثال لدور التقليد دور الطفل ودور القرد. ما صنعت يصنعون، هذا دور التقليد. بعد هذا الطفل يكبر، يصير عمره 10 سنوات، 15 سنة، 14 سنة، 13 سنة، 8 سنوات في الأطفال الأذكياء، 7 سنوات، 6 سنوات، يصل دور شنو؟ دور التمييز. دور التمييز يعني أنه يشوف ياه الأحسن ينتخبه، وياه الأسوأ يتركه، أو ياه السيء ينتخبه، ياه الأسوأ يتركه، فيما إذا دار الآن بين السيء والأسوأ. الطفل جيبه إلى السيارتين، سيارة كبيرة شاحنة وسيارة صغيرة تاكسي. الطفل لا يشعر، أنت جلست في السيارة الكبيرة يجلس، وأنت جلست في السيارة الصغيرة يجلس. أما الصغير عمر 8 سنوات، 10 سنوات، 7 سنوات، إذا جئت به إلى السيارتين يركب السيارة الكبيرة، وإذا هذه متعبة، وإنما يركب السيارة الصغيرة. شنو صار هذا؟ هذا صار دور التمييز. جيب أمام الطفل جمرة من النار وقطعة من الشوكولاتة. الطفل ابتداء يمد يده من الممكن إلى الجمرة ومن الممكن إلى الشوكولاتة. هذا دور الطفولة، دور التبعية. أما إذا صار كبيرا هل يمد يده إلى الجمرة؟ أبدا، وإنما يمد يده إلى الشوكولاتة. فبعد دور التقليد المرحلة الثانية للإنسان
مرحلة الاختيار ومرحلة التمييز ومرحلة أخذ الأحسن من الأحسن والحسن، أو مرحلة أخذ الحسن من الحسن والسيء، أو مرحلة أخذ السيء من السيء والأسوأ. يعني دار أمره بين شيئين، بين سيء وأسوأ. واحد يقول للطفل على أنه أنا أفتح أذنك أو أضربك صفحة، يقول أضربك صفحة. الطفل الصغير ما يفهم، لما يدعه مثلا سنوات سنوات يفهم هذا الشيء. إذا دار الآن بين السيء والأسوأ يختار السيء على الأسوأ. هذا الدور الثاني للإنسان. الدور الثالث للإنسان يجيب علماء النفس والاجتماع، يقولون الدور الإبداع. دور الإبداع يعني شنو؟ يعني إني إنسان أريد أن أبني دارا، أشوف دار لزيد جميلة والدار لعمر جميلة، أنا أبدع. يعني آخذ الحسن من هذه الدار والحسن من هذه الدار وأكمل من نفسي شيئا ديكورا زيادة نقيصة وأجعله دارا أحسن من دار الأمام. هذا دور الإبداع. الإنسان له دور الإبداع في الكون، وهذا التقدم الذي تراه في الكون لأنه إبداع له. يعني هذا الإنسان يفكر في مروحة خوصية، ما أدري شايفين أو ما شايفين، الكبار شايفين، الشباب ما شايفين، مروحة خوصية. إلى الآن أكو في كثير من البلدان مروحة خوصية. بعد ذلك بعد المروحة الخوصية سووا المروحة التحتية، مو هذه المروحة الكهربائية، وإنما فرشينة اللحاف كانوا يعلقوه على السقف ويجرون إليه خيطا فيهزون هذا اللحاف ويوجد تموج الهواء، صار إبداع وتقدم. بعد ذلك وصلوا إلى المروحة الكهربائية، بعد ذلك وصلوا إلى كونديشن، ولعله في المستقبل نصل إلى شيء أفضل. هذا هو الإبداع. المفاتيح الكهربائية هكذا، وسائل المواصلات هكذا. دور الإبداع تقدم. ذات مرة ذهبت إني إلى بيت صديق هنا، رأيت أنهم خلي 6 تلفزيونات. سألت من إنسان لماذا 6؟ قال في الحقيقة محطة الكويت تأخذ 6 محطات، يعني منطقة الكويت، أبدان، البصرة، البحرين، السعودية، الكويت، وأحيانا موسكو. فهذا نخلي حتى يرى صورة الأجمل فيها، صح. بعد ذلك نقلني صديق، كلامي في دور الإبداع، نقلني صديق أنا ما شايف هذا الشيء، ويقين أقول هذا صديق كان ثقة. قال الآن اليابانيين يصنعون تلفزيون يأخذ 10 شاشات، فيها 10 شاشات، فيها 8، فيها 7، فيها 6، فيها 5، حتى ما يحتاج إلى 6 تلفزيونات أو 10 مثلا، وإنما شاشة وشاشة وشاشة، إلى 6 شاشات، إلى 8 شاشات، إلى 10 شاشات. والإبداع تقدم. يعني هذا دعنا عن مواضيع أخرى، الآن مو كلامنا في المواضيع، وإنما كلامنا في الموضوع العلمي والتقدمي. علماء النفس والاجتماع يقولون أن الإنسان إنما هو مربوط بالدور الإبداع. الطفل بدور التقليد، القرد بدور التقليد، الطوطي بدور التقليد، هذا الحيوان الذي يسمى كاسكو بدور التقليد. دور التمييز دور المراهق، يعني عمره 15، 14، 10، 12، هذا دور التمييز والاختبار. أما إذا وصل عمر 20 سنة، 25 سنة، 23 سنة، 30 سنة، 40 سنة، يفكر في الإبداع والتقدم، يفكر في هذا الشيء. يقولون إن تركيبة النفس هكذا، تركيبة نفس الإنسان. شوف الآن أنت مثلا جماعة يريدون العدو، كل واحد يفكر في أن يكون المقدم منهم، على دور الإبداع. في حمل ثقيل، في الرياضيات، في السباحة، في السياقة للطائرات، في السياقة للسيارات،
في السياق للسفن. شو دور الإبداع؟ إنسان عنده دور إبداع أو دور تنافس أو ما أشبه، ما شئت أن أسميه. من المؤسف هنا أيضاً بين قوسين، وفي الحقيقة هذا مؤسف جداً، أن المسلمين قلنا هذا بين قوسين مو مربوط بمبحثنا وإنما تنبيه وتحرير. من المؤسف أن المسلمين تركوا حتى دور التقليد الذي هي على الطفولة. نحن المسلمين تركناها وهذا مؤسف جدا. يعني شنو تركنا حتى دور التقليد الذي هو دور الطفولة؟ لا تنسى، قلنا دور التقليد دور الطفولة، ودور الاختيار والتمييز دور المراهقة، ودور الإبداع دور الإنسان حسب ما يقرر علماء الناس والاجتماع. نحن تركنا حتى دور التقليد. يعني شنو؟ يعني 100 مليون مكبر وكونديشن وكهرباء ومصباح ومروحة وطائرة وسيارة ومسجلة وتليفون في بلادنا، حتى نتعلم منهم حتى نصنع مثلهم. يعني حتى لو الطفل احنا نقوم به، من 100 مليون مسلم الان في العالم اكو، المبالغون يقولون 1000 مليون مسلم، وغير المبالغين يقولون 700 مليون، والمتوسطين يقولون 800 مليون، مش على كل 700 مليون او 800 مليون او 1000 مليون، دعنا ننزل ونقول 700 مليون، 700 مليون ما عندهم حتى دور التقليد. يعني أنه ذات اليوم نرى طائرة تنزل في مطار الكويت أو في مطار كراتشي أو في مطار القاهرة، هاي طائرة صنع من؟ صنع القاهرة. صنع من؟ صنع بمباي. بمباي بطبيعة الحال مو من البلاد الإسلامية، كانت من البلاد الإسلامية، لا نقول صنع كراتشي مثلا، أكو عندنا؟ صنع اليابان، صنع الصين، صنع الاتحاد السوفيتي، صنع ألمانيا الغربية، صنع أمريكا، صنع فرنسا، صنع لندن. أين صنع هنا؟ أين؟ ما عندنا مثقفين؟ ما عندنا دكاترة؟ ما عندنا خبراء؟ ما عندنا فلوس؟ ما عندنا عقل؟ ما عندنا فكر؟ ما عندنا رؤية؟ أبو بلد مثل بالفارسي جدا جميل، في الحقيقة هذا مؤسف ومؤسف ومؤسف. مثل بالفارسي يقول نخردينون الجندوم نبيه دست مردم. أنت ما أبدعت الطائرة، ولو يقال أن عباس بن قرناس مبدع الطائرة، لكن نحن ما صنعناها صح، لكن أيضا لا نقلدها. إذا كنا نريد دور الإبداع حسب ما يقرره علماء النفس والاجتماع، لازم نصنع نحن شيئا أرقى من الطائرة، هذا يسمى دور الإبداع. إذا لا، مو دور الإبداع، حتى دور التقليد وهو دور الطفولة، لازم نحن صنعوا الطائرة فصنعنا. فرد واحد من أصدقائنا من التجار المحترمين من تجار الكويت، لعله لا يرضى أن أذكر اسمه، لأنه إنسان يمكن لا يخف، ولو أنه نقل موضوعا علميا، يقول لحد أنا فرد مرة إلى أمريكا، اتفاقا بارك كان عندنا هذا التاجر المحترم الله يحفظه، يقول لحد إلى أمريكا، ما أبي منطقة من أمريكا سماها، يقول شفت هناك فرد جسر معلق هائل بالإبداع، هائل يده هو الجسر، لا أريد أن أعطلكم بهذا الشيء. يقول تعجبت من إبداع هذا الجسر الذي وصل إليه آخر تفكير البشر في صنع الجسور، جسر معلق. يقول أصبت بعد ذلك، بعد أمريكا رحت إلى اليابان إلى طوكيو، شفت في اليابان جسر معلق بنفس الوضع ونفس الشكل. يقول تعجبت. سألت من أحد المهندسين هناك من أصدقائي، كل تاجر كويتي محترم مربوط بالتجارة الكبيرة إلى اليابان وإلى أمريكا ولا غير مكان، قال سألت من واحد من المهندسين في اليابان، قلت هذا الجسر أنا رأيت مثله في أمريكا، فهل أنتم أخذتم منهم أم هم أخذوا منكم؟
يقول معك المهندس قال لا الواقع احنا اخذنا منهم. قال شلون اخذنا منهم؟ لازم الحقيقه احنا ندور في كل العالم اي صناعه حديثه ناقله. ما يكون الموجب. قال بالفعل هذا الجهاز احنا بنبناه. قال شلون؟ قال لانه بنبناه يعني بنبنى التصميم، بنبنى العلم، سرقنا العلم. الثقه العلميه جائز، مو حرام. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. الثقة العلمية جائز، أنا صنعت ضرب شيء وأنت رأيته وصنعت مثله لا يأس في هذا علم وليس احتقارا. يقول هذا اصطلاح نقول شركة وهو اصطلاح هو علم أنا أتعلم منك وأنت تتعلم مني. وكلمة أقول الإمام أمير المؤمنين وما أبدعها من كلمة لكننا لم نعمل بها. الإمام أمير المؤمنين يقول أعقل الناس من جمع عقل الناس إلى عقله، وأعلم الناس من جمع علوم الناس إلى علمه. يا لها من كلمة رائعة تعلمها اليابانيون، تعلمها الأمريكان، تعلمها الإنجليز، تعلمها الفرنسيون، تعلمها الألمانيون، ولم يتعلمها هذا التاجر. يقول هذا الصديق التاجر، يقول هذا المهندس الياباني قال نحن زرعنا العلم والتصميم من أمريكا. قلت شلون؟ قال هذا الجسر المعلق ممنوع تصويره حتى يكون فردا في العالم. هم الامريكيين مقررين هذا الشيء ومخلين الامريكيين على هذا الجسر افراد خاصه للرقابه حتى لا يصور بالكاميرا. قال احنا شفنا من اتذكر هم صنعوا شيئا ونحن لا نصنع ونتأخر عنهم. هذا مو صحيح، معناه أننا ليس لنا دور الإبداع والاختراع ودور المنافسة ودور المماثلة. قال هو يقول المهندس قال لي أرسلنا 2000 مهندس معماري 2000 إلى أمريكا، وكل مهندس معماري زودناه بآلة تطوير صغيرة في قلم فاندان. على الأستاذ شايف الدكتور على التصوير في قلم الكبرى، الكبرى في قلم، هنا على تصوير صغيرة نخلي هالشكل. زودناهم 2000 مهندس أرسلناهم إلى أمريكا، وكل واحد منهم مزود بآلة تصوير صغيرة في قلم فاندان الموجود هنا، قلم فاركر أو غير فاركر. وهؤلاء راحوا وكل واحد منهم صور قطعة من الجسر حتى لا يثير الانتباه، لأنه لو يمشي ويأخذ يثير الانتباه يمنعوه. فكل واحد من هذول مع الخريطة أعطيناهم أنت مكلف هذه الزاوية من الجسر، وهذا مكلف بهذا المكان، وهذا مكلف بهذا المكان، وهذا مكلف بهذا المكان، حتى الألفين كل واحد يصور قطعة من الجسر. صوروا جاءوا كبرنا التصاوير ربطناها صنعنا مثلها. وإذا الأمريكيين يفاجئون أن جسرا معلقا ولد في اليابان انتهى كل شيء. دور الإبداع العجيب أن المسلمين لا يحسون حتى بدور التقليد. دعونا عن دور الانتخاب والتمييز، ودعونا عن دور الإبداع الذي هو الدور الإنساني التقدمي. دور التقليد نقلدهم في صنع الطائرة، في صنع السائرة، في صنع القطار، في صنع المسجل، في صنع المكبر، في صنع التليفون. أبدا ما عندنا أصلا كأننا أمة في حالة الطفولة، لا في حالة الطفولة قبل حالة الطفولة. لأن قلنا حالة الطفل حالة التقليد، يقول له باي باي يقول باي باي. الأمريكيين والغربيين قالوا طائرة، احنا ما قلنا طائرة، قالوا سيارة، ما قلنا سيارة. الحقيقة من المخجل أن يوميا نقرأ في الصحف وفي الكتب وفي أخبار جهينة وغير أخبار جهينة يوميا الكشف العلمي الفضائي من رجل بريطاني، الكشف العلمي الكذائي من رجل ياباني،
الكشف العلمي الكنائي من رجل امريكي أمه الاختبار من طبيب كنائي فطران الأمراض من كنائم طبيب روسي وهذا المعدل أين محمد يصنع؟ أين جعفر يصنع؟ وأين زينب تصنع؟ ما الله؟ فلان مهندس الغربية وفلان مهندس الشرقي وفلان طبيب يميني وفلان طبيب يساري الاختراع لهم والاكتشاف لهم والعلم لهم وأنباء العلم لهم وإنما نحن النقل فقط يا شباب نحضر لكم الشيء بقم مخل في هذا العصر فمت عصر سابق وجزاهم الله خيرا فقدتوا ما عليهم أما أنتم لماذا مو مخترعون؟ لماذا مو مكتشفون؟ لماذا مو مفكرون؟ لماذا مو متقدمون؟ لأنكم نحن مقلدون لا تبي نتعلم التقليد الموضة نتعلم التقليد في تسريعة الرأس نتعلم التقليد في كذا وكذا حتى في التشجير فلد واحد من أصدقائنا أول بارحة يعني قبل ثلاث ليالي عندنا إحنا وجاء عندنا أيضا إحنا كنا رايحين لياسر جاي من أسبانيا يقول في أسبانيا ترى حتى في الحيطان نبات وورد وزهر وشجر حتى في الحيطان أنا شنو في أسبانيا من أحد أصدقائي كان رايح العلاج أمره الله وشافاه لماذا يوتوا الشكر لقبلتهم بينما هدفهم قاله الإسلام وفي وسائل الشيعة هذا الحديث موجود عن رسول الإسلام وعن علي وعن بعدهما يقول يجل الهم ثلاثة الماء والخضراء والوجه الحسن يعني الزوجة يعني لا تعيش بلا زوجة الماء والخضراء والوجه الحسن ثلاثة والشعر ونظمها في بيت جميل يقول ثلاثة يذهبن عن قلب الحزن الماء والخضراء والوجه الحسن إلا خضراءنا حتى هذا الشيء مع التقليد دعونا عن أن الله ورسوله قال هذا الشيء وعلي في يوم ما كان عنده شغل خلافة كان يزرع وكان فلاحا لا يتعلم من الدنيا ذهب إلى أسبانيا نتعلم منها موضوع نرجع إلى موضوعنا الموضوع أن الإنسان له ثلاثة أدوار دور الطفولة ودور التمييز دور الطفولة دور التحليل دور التمييز دور المراهقة والدور الثالث دور الإبداع ويقول علماء النفس والاجتماع الأمة والفرد الذي لا تصل ولا يصل إلى دور الإبداع هذه أمة ساقطة وفرد ساقط لأن النفس محفزة فيجب أن يكون الإنسان دور شنو دور الإبداع كلامنا كان في التحليل في الأمور الحيوية علماء الناس والاجتماع يقولون التحليل في الأمور الحيوية غير صحيح لازم نتقلد وإنما لازم أن تكون مبدع مو مقلدا وكان تعليقنا نحن من نريد الإبداع نريد التقليد يا عمي تعالوا نكون مقلدين وما صرنا مقلدين ثم يأتي هناك كلام آخر وهو يقولون أن طبيعة البشر هذا علماء التشريح يقولون غير علماء الاجتماع وعلماء الناس علماء التشريح يقولون علماء البسمجة يقولون أصدق الله تعالى خلق البشر فالشكل غير مقلد مو مقلد البشر شلون؟ أقول كلام يمكن سامعي لأن هذا الكلام مشهور وأقول كلام يمكن مو سامعي لأن هذا مو مشهور يقولون أي إنسان من أراد اللي يسمعون الله خلقه عجيب شلون عجيب؟ أربعة أشياء هذا الكلام المشهور الذي لعله سامعي ثم نأتي إلى الكلام غير المشهور أيضا ما يقرره علماء التشريح والفسلجة كل إنسان شوف الإنسان اللي قاعدين هنا كل إنسان يتميز عن إنسان آخر بأربعة أشياء شنو الأربعة أشياء؟ أحدها النبرة الصوتية عجيب واقع هذا هزة الصغيرة بالحنجرة صوتي شكل صوتك شكل أي عشرة أولاد كل واحد منهم صوت شكل هذا مو عجيب الحقيقة هذا مو إبداع من الله 4000 مليون ألام بشر أكو في العالم كل
كله على الصوت ده. نبرات الصوت. هل أنت شاهد اثنين نبرات صوت عند الآخرة؟ مستحيل. يعني ما فحصنا فحصاً عالمياً، لكن الفاحصين فحصاً عالمياً يقولون هذا الشيء. ونحن رأينا الآن، تعال جيب الإخوان، أي واحد يتكلم خذ نبرة صوتية. بينما الحنجرة التي تقذف الهواء شكل واحد، واللسان والأذن وكل شيء، يعني المجال. نبرة صوتية شيء، الشيء الثاني الوجه. الوجه 4,000,000,000، كل إنسان له وجه وغير الإنسان الآخر. عين عينان، أذنان، لسان، فم، أن، وجه، خد. لكن وجهك شكل، وجهي شكل، وجه لا شكل، وجه لا شكل. حتى التوأم له وجه، لا مو شكل واحد. أنا شايف مكرر توأم، لكن هذا له وجه وهذا له وجه. الشيء الثالث الأصابع، خطوط الأصابع. هم عجيب الحقيقة. خطوط الأصابع إصبعك وإصبع 4,000,000,000 كلها تختلف عن الآخر. اثنين خطوط أصابع انظر شكل ناقص العالم. والله القرآن الحكيم يقول بلى. اسمه من الناس كانوا يقولون الله مو قادر على إعادة الميت. الله يجيبهم يقول بلى قادرين على أن نسوي بنانا. العلماء التفسير كانوا متحيرين، بنان مو شيء مهم، الله لازم نسمع أذنا أن نسمع لسانا، يقول بلى قادرين على أن نسوي بنانا، بنان عنان، أن يسمى بنان، أنملة وبنان، كانوا متحيرين هذا الشيء، حتى جاء العلم واكتشف أن كل إصبع لا تشابه إصبعا آخرا من نفس الإنسان ولا من 4,000,000,000,000 البشر الموجودين الآن. هذا الشيء الثالث. الشيء الرابع لطبيعة الحال احنا نشوفه، لكن التحقيقات الجنائية يشوفوها، وهو ذبذبات الخط. زيد زور خطك وتوقيعك، فالخط صنعته انت ووقعته ب2,000 دينار لفلان. زيد عمر انسان يعرف نشال تزوير توقيعك، تزور توقيع عدل والدولار البنك، البنك ما اعطاه 4,000 دينار على 2,000 دينار، بعدين التلاته تقول عمي انا 2,000 دينار حولت مو 4,000، هذا توقيعك. توقيعك الشيء توقيعك موجود في البنك بوضوء التحقيق الجنائي، التحقيق الجنائي يكبر 50 مرة، 100 مرة، 1,000 مرة، وإذا أصلا تعاريج خطك وارتفاعه وانخفاضه وضخامته وضحالته غير ناس بالـ1,000,000، مو المليون، تدربات الخط أو تعاريج الخط. هل ننفي على في يدك وفي يدي وفي يد 4,000,000,000 إنسان تعاريج هائلة لا تكتشف إلا عند التحقيق الجنائي والتكبير؟ لذا يقولون العلماء أن الإنسان طبيعته مو طبيعة تقليدية أصلا، طبيعة الإنسان مو طبيعة تقليدية، لأن كل إنسان بهذا الشكل. والعجيب أن قلت لكم بالكلمة أخرى، رأيته في مجلة العربي قبل 6 أشهر، راجعوا هالمجلة. في الحقيقة إعجاز لله من أغرب الإعجازات. فجمع العلم نبحث موضوع قبل 6 أشهر تقريبا، رأيته في موضوع المرأة والرجل. يقول في موضوع المرأة والرجل يقول هالتفاوت الموجود بين الأفراد، بينك وبيني وبين 4,000,000,000 من زمان آدم إلى هذا اليوم، هالتفاوتات من أين؟ يقول التفاوتات من كروموزومات. كروموزومات إيش كثر الله فارق كروموزومات حتى جعل هالتفاوت في أشكالنا، في خلقتنا، في ذبذباتنا، في صورتنا، في ألسنتنا، في تواقيعنا. يقول العلماء اكتشفوا، طالع المجلة العربي، لأن في الحقيقة هذا شيء لا يصدق لكن موجود في المجلة العربي، دكتور أخصائي كتب هذا الشيء.
يقول العلماء اكتشفوا كل الفروق بين البشر من زمان آدم إلى اليوم. الله صارف للفقر يسغر ما كروموزومات فقط، يعني أنت تختلف عن هذا وهذا عن هذا وهذا عني، وكل البشر يختلف بعضهم عن بعض. إيش كبر الله صارف فلوس مادة، يقول فقط صارف 3 غرامات، غرام كيلو، كيلو مال الغرام. يقول الله فقط صارف في هذا الشيء بعد التحقيقات العلمية أن الله صارف فقط 3 غرامات كروموزومات. الكروموزومات تكتب الاختلاف الهائل بين كل البشر. هذا تحديد، ونخفف الكلام ونخلصه لأن هذا المبحث يطول ولا نريد الإزعاج للأصدقاء. هذا قسم من التأليف الأمور الحياتية ممنوع. القسم الثاني من التأليف، التأليف في أمور العقيدة، هذا ممنوع شرعا. يعني كل إنسان يجب عليه اعتقادياته وجود الإله، وجود النبي، وجود الإمام، وجود المعاد عن دليل واقتناع، مو عن تأويل. أحد علماء الكبار وهو العلامة الحلي يكتب في كتابه يقول أجمع علماء المسلمين على أنه يمنع التأويل في أصول الدين. تأويل ما أبدا. أنا لازم أحقق شخصيا حتى أكون عن اقتناع بوجود الله، عن اقتناع بأن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم رسول الإسلام، عن اقتناع بأن عليا إمام، عن اقتناع بأن يوم القيامة يقوم. التأليف الأمور الحياتية ممنوع بقول علماء النفس والاجتماع. التأليف في أصول الدين ممنوع بقول جميع علماء المسلمين على ما يقوله العلامة الحلي وسائر علماء. التأليف بقي في أمور المسائل الشرعية، الصلاة إذا شككت بين الاثنتين والصلاة شنو التكليف، الطواف كم، السعي بين الصفا والمروة كم، يحرم لحم الخنزير، يحل شرب العصير. الأمور الشرعية هذا فيها تقليد يجب على الإنسان أن يقلد مجتهدا عادلا. ثم هنا المسلمين ينقسمون إلى قسمين، المسلمون السنة يقولون قلد أحد الأئمة الأربعة فقط، الإمام أحمد والإمام مالك ومحمد بن إدريس الشافعي والإمام أبي حنيفة فقط، أصل المذاهب الأربعة. يقولون بعد هؤلاء كل إنسان ما إلى حتى الاجتهاد أبدا. علماء الشيعة يقولون لا، أي إنسان طالع الكتاب والسنة ورأى الدليل له الحق في أن يصبح مجتهدا، وإذا أصبح مجتهدا وكان عادلا يعني لا يعصي الله سبحانه وتعالى له الحق في تقليده. نتيجة البحث كان كلامنا في أن قوم إبراهيم كانوا يقولون إن وجدنا آباءنا على أمة، إحنا مقلدين آباءنا. قلنا التقليد على 3 أقسام، تقليد في الأمور الحياتية ممنوع أو الأمور الحيوية، تقليد في الأمور الاعتقادية ممنوع، تقليد في الأمور الشرعية العملية، الصلاة، النكاح، البيع، المعاملة، الصلاة، الصيام. وهذا التقليد علماء السنة يقولون خاص بأربعة من أئمة المذاهب، وعلماء الشيعة يقولون أي عالم شيعي رأى المسائل والأحكام عن الأدلة الأربعة، الكتاب، السنة، الإجماع، العقل، فله الحق في أن يقلد. هذا وقفنا، انتهينا إلى شيئين. الشيء الأول كان شيئا علميا وأنه واجب علينا أن نكون في أمور الحياة مبدعين لا مقلدين، وفي أمور أصول الدين يجب أن نكون أيضا عن أدلة واقتناع، وفي فروع الدين يجب لغير المجتهد أن يكون مقلدا. هذا شيء انتهينا في النتيجة إليه. الشيء الثاني، يجب علينا أن نخرج أنفسنا من دور الطفولة
التي هذا الدور الدور الذي هو مخيم على البلاد الإسلامية إلا ما شل وندر. حتى إذا فتحت ترجمة أخبار زهينة تسمح أن العالم الكويتي الفلاني اكتشف مذنبا في درب التبانة في السماء، أو عالما مصريا اكتشف نجمة من النجوم الفضائية في المجرة الفلانية، أو عالما فضائيا باكستانيا اكتشف دواء للسرطان. وكذا نقرأ في الكتب العلمية علماء مسلمين مكتشفين مخترعين مفكرين يأتون إلينا بطريق كونديشن أحسن من هذه الكونديشنات، هذا صنع أي مكان، هذا صنع مصر، هذا صنع لبنان، هذا صنع إيران، هذا صنع سوريا، حتى نكون هكذا. ونسأل الله التوفيق لما يحبه ويرضى.